قابلة الكبار مع سامر خضر. في مراحل نقف فيها أمام الأبواب لا نريد أن تفتح في وجوهنا. أحياناً الانغلاق يكون مرحلة تواطؤ مع الذات، لكنها مريحة أكثر من أن تكتشف الحقيقة في وجهك. للحقيقة صوت لا يحتمله معظم البشر، ما بالك إذا كان هذا البشري أردني. لا أعرف من علمنا أن الأردني صاحب كشرة خاصة وطبقة صوت خاصة وطريقة في التعاطي مع المواضيع كأنه ينقر الحقيقة من قلبها، ولكنه لا يريد أن يجاهر بها. في الأردن أيها السادة لا تروى الحكايات من أبطالها الحقيقيين، آخر يروي الحكاية، آخر يصدقها، وبين الآخرين يبدأ الهرج والمرج. والخطير في الموضوع أن كلنا نحب أن نصدق الإشاعة، وكلنا نحب أن نتورط في الإشاعة، حتى أن الأردن يا الله ما أحلاه، لكنه تورط بأدبيات الإشاعة. للإشاعة أدبيات أيها السادة. كيف تصدر واقعا؟ كيف تعيد إنتاج الواقع؟ كيف ترمز الحكايات؟ وكيف تحكي الترميز؟ وكيف يصبح لأبطال السوشيال ميديا رواياتهم التي تسقط الرواية الحكومية بلمح البصر؟ خطير ما يحدث. قليلون من قرروا أن يقفوا مع السوشيال ميديا ولكن في فيلق الوطن. نادراً من حصد هذين الحقلين بالمنجل نفسه. ضيف اليوم كان له منجلاً موحداً استطاع أن يحصد فيه أرضه، وهذا الرضا لأبناء الحراثين له فعل ثوري لا يفهمه إلا أبناء الوطن. نجح في السوشيال ميديا، تقدم كثيراً، حصد لايكات وحصد أرقام وحصد مشاهدات مليونية. لم يكن متكلفاً، لم يستخدم لغة كرتونية أو لغة مهدرجة يريدها مواقع المتواصلون إلكترونياً، استخدم لهجته هو، كان يشبه هو، لم يتجمل، كان جميلا بالفترة. ثم تسابقت عليه أقنية وإذاعات، كان النجم. ولو أن الأردن لا يفلح كثيرا في صناعة النجوم إعلاميا ودراميا، لكنه استطاع. هناك أثناء نجوميته بدأت مطبات النجومية. هل أحسن القفز في حقل ألغام النجومية أم لم يحسن؟ هذا على طاولة الكبار سيكون. أنا شخصيا لماذا أحببت أن يكون هو اليوم على هذا الكرسي؟ لأني لا أصادف كثيرا حقيقيون يتحدثون دون ما علامات ترقيم. أنا اليوم معه وله، ربما أحيانا سأكون في بعض الأسئلة أخاطب جملا تبدو عليه، لكن بحكم ميثاق شرف الزمالة سيحتملني قليلا وأحتمل قليلا. وأنت أيها المشاهد المستفيد الأكبر، أنت أيها المستمع أيضا مستفيد أكثر. الأردن يحتاج شبابه، والأردن يحتاج رجاله، بلا تنظير ولا توريد ولا مزاودات. انقطع الخط، ما انقطعش الخط، الخط كان واصل، الخط كان أصلاً مقطوع قبل ما يجي للاستوديو. هل هي كانت ورطته أم كانت لحظة تورده؟ هل اعترافه بعد أن خذله الجميع، هل انتصر لنفسه أم انتصر لمن يريد أن يكون في المقدمة؟ أنت المتلقي، هو انتصر لك حتى لو أنه كان واقعاً في حرج المساءلة. معي اليوم أعتقد أنكم عرفتموه،
تعالوا أنا وأنتم بعد الفاصل نلتقي مع معاذ العمري. هند، طاولة الكبار مع سامر خضر. معكم أيها الأحبة وبرفقة الزميل والصديق معاذ العمري، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، الله يسعد قلبك وكل عام وانت بخير. وأنت بخير، أنت وعائلتك الكريمة. الله يسعد قلبك. أخي معاذ، قبل ما ندخل بفورمات البرنامج بدي أعرف منك ما الذي يحدث في الأردن. يعني أول شيء بالبداية الله يحمي هالبلد، وإن شاء الله دائما هالبلد رح تظل صامدة واقفة بكل تفاصيلها رغم كل الظروف الصعبة اللي بنمر فيها، من جائحة كورونا للفوضى الإلكترونية للإشاعة لكل التفاصيل هاي. الإعلام اللي مش قاعد بوصل للطموح اللي بده إياه المتلقي والمواطن الأردني والناس بشكل عام بالفترة الحالية هاي، وبظل الجائحة كل الأوراق تخربطت، كل الأمور دخلت في بعضها، صفت في تعب نفسي عند الناس، في إحباط، في بنرجع نقول فوضى إلكترونية، في إنه بشكل عام ما في رضا بسبب الظروف اللي إحنا بنمر فيها هاي الصعبة. خلينا نحكي الظروف الاقتصادية قبل أي ظرف ثاني، ما بدي أقول لك سياسية وغيره، خلينا بالظروف الاقتصادية، لأنه في كثير من الناس ما بعرف الظرف الاقتصادي ولا معني بالظرف السياسي ولا معني بالظرف السياسي، هو بده ياكل ويشرب بس. هاي اول اولوياته بتحسها طبعا، بالاول وبالاخر هو انسان له احتياجات. بالضبط 100%. طب بدي اسال حضرتك، كونك الان تعمل في الاعلام والاعلام الممنهج، ان حضرتك الان نائب المدير العام في اذاعه ميلودي. اول شيء بدنا نحيي كل زملائنا في اذاعه ميلودي كل القيادات الموجودة والزملاء الطيبين وحضرتك، وبهنئك دائما في انطلاقتكم في كل مرة، وإن شاء الله تكون من قوية لقوية دائما. الإعلامي حتى يصبح نجم في الأردن، هل لازم يكون قريب؟ أنا حاعطيك ثلاث دوائر وتقول لي وين لازم يكون قريب من أي دائرة. هل يجب أن يكون قريب من دائرة الدوائر الأمنية، أم يجب أن يكون قريب من دائرة الديوان الملكي العامر، أم لازم يكون قريب من دائرة الحكومة؟ على مين محسوب معاذ العمري؟ بدك تكون، عشان أنا أجاوب بدي أعطيك دائرة رابعة، دائرة الوطن. دائرة الوطن، وهاي الكلمة، أو خليني أحكي الوطن عالم، عالمك الخاص، كل حدا بشوف وطنه بطريقته، بحبه بطريقته، بخدمه بطريقته. إذا كنت محسوب على أي دائرة من الدوائر اللي أنت ذكرتهم ما رح تتقدم ولا خطوة، مع كل الاحترام لكل الاتجاهات وكل الدوائر، لكن دائرة الوطن اللي هي بتجمع هاي الثلاث دوائر اللي انت ذكرتها هي اللي بتجمعهم. إذا انت حبيت هاي الدائرة واشتغلت من قلبك لدائرة الوطن بكل تفاصيل الوطن، بالحراس للوزير، لأنه بالنهاية احنا كلنا أبناء وطن، سواء حراس سواء وزير، كلنا بنغلط، كلنا بيطلع منا تصرفات سلبية وإيجابية. بالنهاية إذا كنت محسوب على أي جهة في أي مهنة ما رح تنجح. المواطن الأردني ما عنده ثقة كثير في إعلامه الداخلي، مش كل المواطن. وأنا معه، أنا زيه طبعا. ليش؟ ليش؟ لأنه إحنا بثورة السوشيال ميديا والثورة الإلكترونية اللي صايرة، وإحنا ما كنا جاهزين لهاي الثورة الإلكترونية، كلنا يعني كلنا ما كنا جاهزين، لا حكومة ولا شعب ولا حدا فينا جاهز لهذه الثورة الإلكترونية. في ظل هذه الثورة الإلكترونية أنا بحب أشوف إعلامي الرسمي متميز ويعطيني المعلومة اللي أنا بدي إياها أخذها منه مباشرة، ما أخذها من غيره، ما أستنى البيان الرسمي تمام اللي بيطلع يمكن يطلع أقل معدل بعد 12 ساعة من الحدث اللي بيصير في بلدي. بزعل. ممكن في أبجديات للإعلام الرسمي بأنه لازم هو والله يتبع بروتوكولات معينة أو طريقة معينة في إصدار الخبر الرسمي، لكن أنا ما بدي منه خبر، لكن أنا بدي منه تغطية، بدي منه تغطية مناسبة بالحدث اللي بصير عندنا، بكل الأحداث اللي مرقنا فيها، بكل الأحداث اللي مرقنا فيها. دائما للأسف إعلامنا الرسمي والمحسوب على الرسمي مغيب. بس سؤال صغير، ليش مغيب؟ يعني قناعات معاذ،
ليش إعلامنا ما عم بيتعلم الدرس؟ للأمانة ما عندي ترجمة، مش قادر أستنتج الهدف من إنه هذا الإعلام يكون مغيب، مع إنه ما بدنا المعلومة توصل، المعلومة بتوصل للناس قاعدة بثواني. ما بدنا نتبنى وجهة نظر أو موقف معين، أنت بتتبناه بعد 12 ساعة، اللي بدك تحكيه بعد 12 ساعة بتقدر تحكيه الآن. بدنا انتظار الرواية الرسمية. يعني سيد العزيز، لما يكون في حدث مهم، وأنا مش خبير إعلام بالمناسبة، أنا مواطن متلقي، أنا بحكي الآن كمتلقي. لما يكون في حدث مهم الرواية الرسمية بستناها، بس غطي لي الحدث. صحيح. تلعب هند؟ طبعا. تعرف؟ طبعا. شاطر ولا؟ يعني طبعا. انت ضيفي، لازم انا افتن. بس على فكره انا مع انه قبل شوي يعني في بحلقات انغلبت، بس يوم ناويلك والله يا سيدي. على فكره هذا الكرت ما فيه جواكر، الجواكر هذول فورمات. اوكي. فانت راح تعتمد على ترتيبك بدون جوكر، يعني ما في يجيك ضربه حظ. اوكي. متفقين؟ اتفقنا. يلا. انت لك كرت كمان ال 15. تمام. أخي معادل حبيب، أنت خدمتك السوشيال ميديا أكتر ولا العمل في الإذاعات أكتر؟ لا، السوشيال ميديا طبعا. ليش؟ شو لقيت فيها تميز؟ شو الفرق بينهم؟ يعني أنا انطلاقتي كانت من السوشيال ميديا. كان عندك سقف الحرية أعلى؟ يعني لا، برضو في الإذاعة سقف الحرية، يعني عندنا سقف عالي، حرية عالية. الآن فكرة كلمة سقف بالنسبة لي مرتبطة مش موضوع انه ممنوع شو مسموح تحكي وشو ممنوع تحكي، لانه بالنهايه انت عندك على نفسك في كنترول معين على اساسه انت بتشتغل، وفي وسطيه طول ما انت ماشي معتدل. تمام. شو ما حكيت ما رح توقع بالفخ. طيب. فخ الحريه. هلا في هون اسئله شوي خاصه وصعبه، من حقك تقول مرتين بس. أوكي. انا بفضل ما تقولش ولا مره، بس اذا انت بتقول هذا حقك المكتسب. اختار 1 2 3 4 5 6. ثلاثة. بتتفائل بهذا الرقم؟ يعني يمكن. ولا هيك انت؟ هيك. سؤال ثلاثة بيقول، هو والله سؤال بده شوية حضرتك تكون مركز، طويل البال. لا طويل البال، لانه يمكن هاي الاسئلة يعني بتكون شوي فيها اشتباك. تمام. بيقول السؤال يعني انه هناك نظرية خفاش، راح أقول لك شو بيقصد السؤال. هذه النظرية تنطبق على معاذ العمري، بمعنى أن الخفاش لم تقبل الطيور لأنه يلد، ولم تقبل الثدييات لأنه بيطير. حضرتك كثير من المرات كان لك آراء قديمة قبل وبعد، وبعدين تغيرت آراءك وقناعاتك. ما فيني أقول تغيرت قناعاتك، يمكن أكون ببالغ، بس تغيرت آراءك. سؤالي، وكثير احيانا كنت تقع في قصه وترجع تقول لا انا هيك، يعني اللي صار هيك. هذه الجدليه هل تزيد مصداقيتك عند الناس ولا بتقلل الثقه في 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 معاذ العمري؟ شوف، عشان انا اكون يعني واضح معك زي ما انا واضح مع حالي، فبدي اكون واضح معك. تفضل. ما في إشي حكيته ورجعت تراجعت عنه، لو شو ما كان، إلا إذا كنت مخطئ في المرة الأولى. المرة الثانية بطلع أقول لك أنا أخطأت، بعترف، ما عندي مشكلة إني أعترف وأعتذر وبكل رجولة، ما عندي مشكلة. لكن إنه أكون مثلا مش مقتنع بشيء وأرجع بعدين أقتنع فيه، لا، ما حصلت معي. إلا أنا بقول لك، ممكن إحنا بنلعب بهند، أعطيك مثال. تمام. بنلعب هند. تمام. وانا مبسوط بالهند، تيجي تقول لي بدنا نلعب لعبه ثانيه، اقول لك ما بحبها، تقول لي لا ما انت بتلعب شده يا اخي، هاي هند. وهذيك تريكس. هذيك تريكس. حلو هذا اللي. بس طيب، بس لما يعني، طيب انا ما بدي اعرج. لا عندي لسه بثلاثه. انت اخترت ثلاثه، لسه في سؤالين، عشان كمان نفس ثلاث. نفس ثلاثه، ما هو كل واحد فيه ثلاث اسئله. شدتكم كلها دواتي يا عمي. شفت؟ أخي الحبيب معاذ، بيقول السؤال، هل أنت في مكانك الصحيح الآن؟ هل أنت في مكانك الصحيح؟ يعني كل مهنياً، إنسانياً، اجتماعياً، أنت راضي؟ كثير راضي عن حالي، يعني بالذات بالفترة الحالية كثير راضي عن نفسي بكثير أمور، بكل تفاصيل حياتي، كثير راضي عن نفسي. ممكن انه لا، يعني بتعرف الرضا الكامل مستحيل، لكن راضي عن نفسي. تمام. السؤال الثالث، هل ساومك احد على مبادئك؟ يعني
مش ساومك بقدر ما انه يعني ابشع اشي بالعالم بالحياة انه انت تكون في ناس حطيتك بدون ما انت تعرف وبراهنوا انه انت رح تعمل كذا وهذا براهن انه لا رح تلعب بيلعبوا عليك قمار. هذا حدث معك؟ حدث معي وبيحدث دائما وانا مدرك يعني انا بعرف يعني الحمد لله بعرف اشبك الامور في بعضها واستوعب ايش اللي بدور حوالي. كثير مزعج كثير مزعج. مين اللي خذلك؟ يعني ما حدا خذلني بنعتب عليه. ما انت خذلت حدا؟ انا لا يمكن اكون انا مش عارف لكن يعني بحاول قدر الامكان اني انا ما اخذل حدا عشان ما اخذل نفسي. لاني لما بدي اخذلك بدي اخذل حالي، لما بدي اخذلك بدي اخذل الرجل اللي رباني والست اللي ربتني اللي انا هذول بالنسبه لي يعني هم مدرستي بكل تفاصيل الحياه. وين المنطقه اللي لما بتحس انك مربك تهرب لها؟ البيت. اي بيت؟ لا بيت، بيت اهلي العيله. انا بحب العيله. هذه هي المنطقه الامنه عن معاذ؟ العيله نعم. طيب معاذ، العائله تريد الان منك ان تمنحها الامان انت. هل انت منحت عائلتك الامان؟ الحمد لله. متاكد؟ نعم. بخياراتك كلها؟ نعم. حتى عندما كنت مواجها للناس في مشاكل كثيره، هل هذا كان يزعج اهلك؟ هل كان يخافوا عليك في يوم من الايام؟ يعني شوف، يمكن السوشيال ميديا ذاكرتها ذاكره سمكه. وكثير في ناس بتهاجمك بس انت بتكون خلينا نحكي لك مواقف سابقة مرعبة. أنا أتحدى إذا في حدا هاي الأيام بيقدر يأخذها أو يحكي فيها أو يتطرق لها. من عندك من الإرهاب وأنزل تمام؟ بفترات يعني والدي كان من الناس القلقين يعني بمواقف معينة. شو رديت عليه وقتها؟ شو قلت له؟ شو جاوبته؟ يعني ما بقدر إلا أقول له تكرم عيونك. أنت من النوع اللي مسالم؟ مش مسالم، هذا يعني أنا عندي هذول خط أحمر، رضا أبوي ورضا أمي وبرهم فوق كل أي اعتبار. الله يخلي لك إياهم. الله يسعدك. ممكن أعرف شيء عن بطاقتك العائلية الأسرية الممتدة يعني إخوانك كذا؟ بس تحكي لي عشان نهنيهم معك برمضان الكريم. الله يسعدك. يعني إحنا إخواني حسام وإسلام ومحمد. شو بيشتغلوا؟ شو بيعملوا بالحياة؟ بدي أعرف. شو بيعملوا؟ طبعا يعني حسام بزنس خاص، شغل خاص. ما شاء الله. اسلام في امريكا كويس. محمد موظف، عبد الرزاق طالب، نظير طالب. ما شاء الله. الوالد والوالده موجودين الحمد لله. عمرهم الله يطول. برمضان رحت زرتهم؟ يعني ما بتخلي طبعا الا يعني بس قبل الفطور. انا بدي امسكك بس انت زكي بسرعه مسكتني. شو نظريتك الخاصه بالكورونا؟ نظريتك الخاصه اللي بتحكيها لما تكون قاعد انت واخوك انت وزوجتك، انت بتحكي مش انت ولا المايكت. روحنا طلعت. والله معك. طب تفضل ارمي كرت لو سمحت. كل شدت كدوات يعني ماليش دخل، هذا اللي عندي زي زيك انا، تفكر يعني. بس انا ما راح احكي لك عن كرتي. كنت مصفطين لك اياها الاعداد. لا 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 الا هاي. وين شو صحراء؟ طيب لا، هذا على الارض. اختار ايضا ارقام. احنا اخترت ثلاثة راح. 1 2 4 5 6. واحد اثنين. واحد اثنين أربعة خمسة ستة. هات خمسة. خمسة راح أخذه بس تسمح لي بعد الفاصل بصير. أوكي. فاصل أيها الأحبة وراجعين. ودائما معنا واحد من كبار شخصياتنا معاذ العمري على طاولة الكبار في هند. هند طاولة الكبار مع سامر خضر. قبل الفاصل أيها الأحبة اختار ضيفي العزيز رقم 5 و5 ثلاثة أسئلة كما كل حزمة. وهي الأسئلة من حق ضيفنا الكريم أن يقول باص عن السؤال الذي يريد. دوري. لا دورك بس السؤال شوي يعني مش تترك اللعبة وتقوم إذا ما عجبك السؤال. طيب ارمي كرت قبل هيك عشان أتأكد أنه أنت مسيطر بعدين بسألك السؤال. في ناس تحكي أخي معاذ إنه كل ما حدث بينك وبين جهاد أبو بيدر في قصة
الأسيرة المحررة أحلام التميمي كان متفق عليه، يعني كانت مسرحية. ويبدو أنه تم مكافأتك، أنا بقول فرضية قد تكون كلها خاطئة. نعم. ويبدو أنه عندما تم إقصاء الزميل تم مكافأتك ببرنامج لوحدك وأصبحت نائب مدير. إيش اللي حدث في مولدي؟ بداية يعني بوجه تحية كبيرة لجهاد أبو بيدر. أنت ويا لسه أصدقاء؟ يعني طبعاً ما شوف الفكرة بشكل عام واللي صار صار خلل معين، أخطأت أخطأ أصاب أصبت صار خطأ. موضوع إقصاء جهاد أبو بيدر هذا الكلام مش وارد. صار عندنا خطأ، بوجه تحية كمان مليون تحية لجهاد أبو بيدر، طلع برر الموقف اللي صار معه أو معنا منفردا بفيديو مدته ساعة، هو شاف إنه هذا هو الفيديو المناسب وهذا الكلام المناسب وهذا التبرير المناسب. والحقيقة لا، ما بدها هذه المدة ولا بدها، فكان أنا لي حق كمان إني أنا أطلع أحكي اللي صار بدقيقتين. لا كان في إقصاء لا سمح الله على الجهاد أو لغيره أو لأي شخص، أنا طلعت حكيت اللي صار مهنيا. طيب بس تقنيا اليوم زميلنا الأستاذ جهاد أبو بيدر خارج ميلودي. نعم. بقرار منه ولا بقرار منكم للإدارة؟ أنا لا، هلا منكم بالجمع، أنا ما كنت طيب بقرار منهم ولا من الأستاذ جهاد؟ برضو ما عندي ما عندي تفاصيل. طيب. لكن اللي صار شوف عشان أنا أكون معك واضح، لما تم توقيف البرنامج ما تم توقيفه من يعني خلينا نحكي بدنا نوقف البرنامج، كان في اتفاق بين كل بين الجميع بالأطراف إنه إحنا نوقف البرنامج للعلم. يعني ما صار إنه والله إحنا بدنا نوقف البرنامج وناس زعل وناس رضي، كان بكل يعني بكل أخوية وبكل للمصلحة العامة بشكل عام. بس أنا سؤالي لماذا أنت عدت وهو لسه برا؟ هذا يعني ما عندي إجابة عليها، يعني رجعت أنا أصلاً ما استقلت عشان أرجع، يعني أنا ما تم إقالتي ولا استقلت من إذاعة ميلودي حتى أروح أو أرجع بالنهاية. وحتى لما طلعت وحكيت بالفيديو قلت هذه مؤسستي وستبقى مؤسستي. بدي من خلالك أول شيء أحيي زميلنا الغالي جداً الأستاذ جهاد أبو بيدر، تحياتي، وأقول له يا رب نشوفه في أي مكان هو يستحقه، وأعتقد هو الآن في مكانه الراقي موقعه الإجباري. يعني جهاد صحفي مهم مرموق مهم ورح يضل يعني مهم يعني وأنت أيضاً الله أنت أيضاً لكن برضو شخصية مهمة. جهاد يعني صحفي مهم، له قلمه وله تاريخه وله يعني مش رح يعني عشان أنا كلمة إقصاء وهيك ظلت ملزقة براسي، مش صح أجي أنا وأقصي جهاد أبو بيدر لأنه هو بالنهاية هرم من أهرام الصحافة أنا الأردنية. معك ومتفق وبدي أحييه وبدي أحيي ميلودي كمان دائما يعني لأنه قدرت تتخطى هاي الأزمة اللي كانت قد تبدو كبيرة، لكن نعم. استطعتوا بذكاء ميداني وبذكاء إداري تمتصوا الموضوع وتعودوا لإنتاج نفسكم بشكل قوي. تسلم. سؤالنا الثاني، إذا كان هناك اعتذار لمن يقدم اليوم أخونا وحبيبنا معاذ العمري؟ لكل شخص أنا غلطت فيه بدون ما أعرف أو بعرف، لكل إنسان كان معلق آمال معينة علي وأنا ما قدرت أحقق له هاي الآمال، لكل شخص ببعث لي على السوشيال ميديا وأنا بقدرش أساعده أو بقدرش أشوف أو ما بشوف رسالته، لكل شخص بكون متأمل أنه أنا مثلا الحل وبكونش أنا الحل. إذا شاركت في مظاهرة من المظاهرات اللي بتكون، ما هو الشعار الذي ترفعه؟ الله الوطن الملك. بهذا الشعار ينتهي هذا الجزء من البرنامج، حناخد فاصل وراجعين لنكمل برنامجنا. هاند طاولة الكبار مع سامر خضر.
بهذا الشعار يعني بدنا كمان نروح نكمل لعبتنا، لأنه بدي أنا أسحب وأرمي صديقي معاذ. إجاني كارت لطيف، جاك جوكر. لا لا لا، ما عندي ما فيش جواكر باللعبة. معاذ صح، بدك تعرف إنه في جواكر، في شيء مش بهالجوكر الجوكر، بس مش جوكر. إجاني إجاني شيء منيح، يعني مش تنظير، لكن شعار الله الوطن الملك. ربنا هو ما في نقاش طبعا، ربنا هو يعني المكان الوحيد اللي ممكن انت تلجأ له، والشيء الوحيد اللي بيعرف كل دواخلك. الوطن بكل تفاصيله بكل ابنائه. في ناس بيقول لك الوطن، انت الوطن، انا الوطن، اخوي كل مكونات، كل مكونات انا معك الوطن. تماما أخي، الوطن مش حجر وشجر. لا 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 بالعكس، تمام. الانسان هو الوطن، والملك القياده وقيادتنا والعائله الهاشميه وهذا الارث. طب مدام عم نتحدث عن سيد البلاد وعن الوطن، مفهوم الوطن اليوم في أبواق خارجية أخي معاذ عم يعني بتكن لهذا البلد مكنونات غير مرضية بالمطلق، وعم بوجهوا أسمهم للداخل الأردني وكأنهم عرافين وحاملين كل واحد فيهم خارطة وأجندته على هذا الوطن. ماذا يقول لهم معاذ العمري؟ شوف، يمكن إجابتي أنت أو المشاهد أو المستمع يأخذها دبلوماسية. شوف أحكي لك بكل أمانة، كل الأشخاص سواء في الداخل أو بالخارج، كل شخص عنده طريقته، كل واحد بيحب البلد والوطن بطريقته الخاصة. أنا بحبها بأزرع شجرة، غيري بحبها بيزرع بستان، تمام؟ تحديداً موضوع بعرفش هي مسماها المعارضة الخارجية، هي مسماها خلينا نحكي الناشطين في الخارج، بعرفش إيش المسمى اللي لازم يكون، لأني أنا للأمان أنا مش سياسي، يعني مش سياسي وضليع وعندي هالباع الطويل بالسياسة، أنا مش سياسي. لكن يعني في لحظات ما عليهم عتب كبير، عليهم عتب كبير جدا، وأنا مش متابع يعني منتظم لكل الأشخاص ولا يعني لبعضهم حتى، لكن عليهم عتب كبير. المعارضة عندما تصل للإساءة لا فيك ولا بمعارضتك، ولا فيك ولا برسالتك، ولا فيك ولا بإصلاحك، ولا فيك ولا بمطالبك، لأنه ما تقنعني أنه أنت بتطالب بإصلاح وأنت بتسيء، ما تقنعني أنه أنت بدك الحق وأنت قاعد بتسيء لناس في بيوتها، هذا مش حق. ربنا ما قال هيك. الحق الحق حق واضح ما في شك. لما أنا بدي أسيء لك وأسيء لبيتك وأسيء لتاريخك وعادي أوصل لكل جدودك عشان أثبت أنه أنا بدور على إصلاح، هذا مش إصلاح. طب ماذا يعمل الإعلام الداخلي هلأ مقابل هاي الهجمة معاذ؟ شو بنعمل هذه؟ أنا بالنسبة لي غير معني، غير معني، مش معركته. لأنه شوف، الإعلام الداخلي غيره لا، مطلوب منه أنه هو يطلع يرد على سين أو صاد. لا أنا بسألك عن رأيك، مش بقول مطلوب أو لا، أنت بتقول غير معني. أنا بالنسبة لي أنا غير معني، أنا بحكي عن حالي، أنا غير معني ولا ومش معركتي تماما. حلوة هاي القناعات، بدي تسحب أو ترمي أو شو وضعك الآن؟ أنا بدي أسحب لا دقيقة، 4 5 6 7 لا بدي أرمي 11 12 13. أنا على فكرة رميت كرت، لازم أرجع، لازم أخسرك والله. يلا لا ما يعني بدك تحملني معلش. يلا مش مشكلة. طيب. هلأ لازم أسحب وأرمي، هلأ أسحب. آه مشكلة زبطة معك. لا لا مش كثير مشكلة زبطة معك يا سامر. صديقي معاذ، أنت يعني ضايل معنا دقيقة في هذا الجانب تحديدا، لكن فكرة الإذاعات الصباحية معاذ، عم تسمع البرامج الصباحية في الإذاعات تحديدا بالأردن؟ يعني بالفترة هاي لا والله، بس يعني بشكل عام مطلع. نعم. هلأ تحولت الإذاعات الصباحية لطاقة سلبية للمواطن الأردني؟ لا مش طاقة سلبية. أنا بدي أقاطع قبل ما تكمل السؤال، هذا واقع الحال. لا مش طاقة سلبية. طب ليش نبدأ في نهارنا معاذ؟ بغض النظر الآن التوقيت، بعرفش يعني خلاص صفى عنا،
يعني أنا وعينا على الدنيا برنامج البث المباشر. طبعاً والدي طبعاً. يعني الله يعطي الصحة والعافية. تحياتنا الكبيرة له أستاذنا الأستاذ عصام العمري. قدموا لسنوات طويلة فخلص صف البث المباشر هو يعني كانت نقطة الانطلاق ومدرسة البرامج الصباحية. فصفت كل البرامج الصباحية خدماتية. الآن إنه نجيب إيجابية أو سلبية اللي بطلع على الإذاعة وبشكي همه وبده لقمة خبز تأكد تماماً ضايق فيه الحال وطول الليل هو مش نايم بيستنى هاي الإذاعة تطلع الصبح ويطلع المذيع الفلاني عشان يطلع معه على طيب لما يرد عليه صوت مش أردني يعني زميل إنه مش أردني بتشوفه إنه طبيعي بالبرامج الصباحية عنا إحنا حدا بخدمات يعني برامج اللي عم تيجي في أصوات في قنوات كتير في أصوات غير أردنية أنا مش ضد أو مع نعم. أنا بسأل قناعاتك يعني أنا بحاول أتعلم منك لما يكون عندنا مذيعين شاطر لما يكون عندنا مذيعين غير أردنيين في النسيج الإعلامي الأردني نعم. وخاصة من زملائنا الأحبة اللبنانيين وين المشكلة؟ ما فيش الأستاذة نداء النابلسي هي حسب معلوماتي يعني هي أول واحدة قالت هنا الكويت ما في مشكلة طب إحنا الأردنيين ممكن نشتغل بإذاعات لبنان مثلا؟ يعني حصرا لبنان؟ مثلا سؤال مبدئي ما بنزبط ما بنزبط لا وهن كيف ظبطوا هن كيف ظبطوا معنا لانه هم يعني لهجتهم يعني احنا لهجتنا حلوه احنا لهجتنا عليهم بدنا يعني ثقيله طب انا بدي اسالك قبل ما اغلق هذا الملف بدي اسالك شو مواصفات المذيع الاردني من وجهه نظرك من وجهه نظرك لا ايش لازم تكون ولا ايش الموجود ايش الاثنين بدي اسمع الاثنين انت اللي ذكي جايبني تورطني لا والله ما عم بورطك انا بدي اشوف شو الموجود وشو المفروض بهيك وصفين ثلاثه كل شيء عندنا طيب المتزن عندنا والوسطي عندنا والاوفر عندنا وكل شيء عندنا طب انت وين شايف حالك ما بهذا التركيب انت بصدق معتدل. بعرفك صريح مع نفسك انا معتدل انت اعلامي معتدل يعني شوف انا لقب اعلامي بتوقع بالنسبه بتحبوش مثلي مش بس بحبوش بتوقع بده يعني حتى استحق هذا اللقب بدي سنوات طويله متفق من الخبره جداً ومن العمل اشكرك وبدي يعني مش سهل انه انا والله يعني الاعلامي معاذ العمري مش سهل صح حر اللي بده يسميني هيك هو سميني حر بس لكن بتحكي عن انا مقدم برامج ويعني في بداياته لا ما شاء الله عليك ما اروعك على كل حال وبشكر هذا الصدق مع الذات فاصل سريع ايها الاحبه ونكمل معك على طول هاند طاولة الكبار مع سامر خطر مكملين معك ولسه على لعبة الهند أنا ومعاذ العمري معاذ ملخبطة الأمور ملخبطة كتير بحكي عن الكرت مشان أي شيء تاني ملخبط. شدتك وشكلها كثير ولا قليل لا 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 الكرت والله شدة قانونية بس هي لأنه مطبوعة طباعة فجاي أضخم شوي برضو لك تختار أرقام اخترت 3 و5 ضل عندك 1 و2 و4 و6 1 و2 و4 و6 2 و4 هنشوف 4 4 أخ 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 سؤالنا ما هي الفروقات اللي اكتسبتها بعد الزواج شو اللي اختلف فيك يعني مش فاهم السؤال يعني قبل ما تتزوج كان عندك صفات ويوميات وسلوكيات وكذا بعد الزواج ما اختلف شيء يعني انا سلوكياتي هي يعني عاداتك زي ما هي زي ما هي طيب الأستاذة زميلتنا العزيزة جدا الأستاذة ديانا ماذا يقدم الإعلامي للفنان يعني الآن أنتم الاثنين نجوم وإن شاء الله يا رب الله يديم عليكم نجومية وهدات البال بعرف أنتم تنتظروا مولود جديد مش إن شاء الله يا رب يا رب أنه الله يطعمكم الخلف الصالح الله يسعدك وإحنا من أوائل المهنئين سيدي الله يسعد قلبك بدي كيف تدعم نجمك ديانا كرزون وأنت أيضا إعلامي وكيف هي تدعمك كيف بتشدوا المناطق اللي مع بعض كيف تفهموا هاي العلاقة بس تؤمن بأنها هي حدا قراراته متزنة وهي عارفة إيش بتعمل والعكس مجرد أكون أنا مؤمن فيها وهي مؤمنة فيها وأنا يعني
عندي ثقة مطلقة بكل شيء بتعمله وهي العكس، فإحنا أكيد بندعم بعض. ما بتستشيروا بعض؟ يعني مثلا عنده عمل، عنده أوبريت، عنده غنية، ما بتقول لك معاذ شو رأيك؟ إذا استشارتني أنا بدمر، يعني بدمر الدنيا، أنا من وين بفهم بالفن يعني. طب أنت ما بتستشيره؟ هلا ليش ممكن تفهم ليش؟ بالعكس يعني يعني انت اكثر واحد حريص عليها راح تقول تمام بالكلمه واللحن حتقول حلو يعني ممكن ممكن. شو اكثر اغنيه بتحبها للاستاذ ديانا؟ اكثر اغنيه يعني ملح البحر في والعمر ماشي. بعرف اغنيتين. في اغنيه كانت موجهه لك او حسيتها لك اغنيه يعني في اغنيه اللي غنتها اخر واحده الجديده يعني اللي هي شو كلماتها بتقول؟ لا هيك انت. طب شو كلماتها بس عشان اعرف انت متابع منيح، عشان اذا الاستاذ ديانا زعلت تزعل هلا تقول لك مش حافظ اغنيتي. طب على الاقل اول كوبلي اول كوبلي. لا يعني مش حافظ بصراحه. شفتي ست ديانا؟ شفتي مش حافظ. الله يقدرك على فعل الخير. احنا مهدي النفوس يا استاذ. يا سيدي الله يديم عليك والمحبه. لكن سؤالي كثير هذا يعني مش عارف كيف هذا، بس هل يمكن انت تتزوج مره اخرى؟ لا. قرار قرار لانك على الشاشه. لا 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 لا, لا. هذا يعني هذا له إجابة عندي سببها يعني شخصي، بسببه مشاهد أنا شفتها في حياتي. أنت مع الزواج يعني لمرة يعني مع هذا مش مع تكرار؟ هلا أشوف هاي كل حدا حر على مواسم دخلوني أنت. لا لا ربنا حللهم أنت بدك حرام. اللي لا هو حر هو حر هو الله طاف. أنا عن نفسي يعني لا، وإذا حدا من اللي حوالي واستشارني أنا بكون مع فريق لا. طيب إذا كان قادر إنه يتجاوز السبب اللي بده يتزوج عشانه، أو إذا خلص عازم الأمر ما يعني بعرفش. صعب صعب صعبة جدا. صعب. شو أكثر صفة بتحبها بزوجتك؟ هذا السؤال يعني أكثر الصفات. أعطيني ثلاثة رئيسيات. هدوءها، اتزانها باتخاذ القرارات، وضحكتها. الله ما شاء الله في حالة هيام. الله يهنيك يا ست ديانا، احنا بنبارك لكم هذا. طيب شو أكثر ثلاث صفات عكس بتحبها؟ بديش أقول الكلمة الثانية مش حلوة، أنا برضهاش على الأستاذ ديانا. شو ما في ما في ما في ما عصبية. هي مش ملاك لا شك، بس أنا قصدي عصبية بالبيت. لا مش عصبية. لا. طب فوضوية ولا أبدا؟ مرتبة جدا. طب بتنتقدك أحيانا يعني بهاي الجزئيات مثلا؟ هي حدا كثير مواعيده بالتكي بكل شيء، حتى على مستوى لو حبت دواء بالتكي. أنا عكس تماما. عشان هيك مكملين بعض. لو كنتوا تشبهوا بعض يمكن صار في تنافس. صحيح. أول شيء بدي من خلالك تحية كبيرة للأستاذ ديانا كرزون، بنقول يا رب قلبك. احنا بننتظر جديدة دائما لأن هي فنانة شرفتنا وراح تضل تشرفنا. تسلم. هي وهذا الزواج الطيب، وإن شاء الله يا رب نهنئكم بالمولود الجديد. نرجع لكرتنا ولكرتك الأمور. شو بدعيت كم كرت صار عندي؟ 1 2 3 4 شو هالورق؟ 8 9 10 11 12 13 14. بدي أسحبه وأرمي. بدي أخذ كرت منك. ممكن أنزل على فكرة بكرت منك. بكرت منك ممكن أنزل. هلا هذا اللي طلعت فيها تورط يعني. كنا نحكي حلها الشد. هاي بنت. وخليني هلا ضل عنا هدول الاسئله، خلينا نسميهم 1 2 3 عشان صاروا هلا هن 3 خانات فقط. هاي 1 و2 و3 3 مره ثانيه. بتحب رقم 3؟ شوف اخي معاذ، هذا السؤال عميق يعني هو بسيط لكن هذا. هل انت نتاج جرح قديم؟ هل في حدا جرحك زمان وأنت تريد أن تثبت له شيئاً ما؟ يعني لا مؤمئ يعني ما هو شوف ترى هاي الأسئلة العميقة. وأنه يعني جرح مين بس يعني فيش شخص ممكن يوصل لمرحلة جرحك أو إيذائك يستحق أن تثبت له أي شيء. أنت من النوع لما تزعل بتغادر؟ أنا على السريع بمسك هيك كرت وأقلبه وخلص انتهى. لا بترجع لا بتناقش لا بتبرر ولا شيء. أقلب كرته وصارت معك. ليش نوجع راسنا مع بعض يعني؟ يعني طبعا صارت معي. مين صديقك المقرب معاذ؟ صديقي المقرب اللي بتحكي له الحقيقه الكامله زي ما بيقولوا يعني اخواني. انت اصدقائك اخوانك؟ يعني لي اصدقاء كثير اكيد ومقربين جدا، لكن اللي بحكي له كل شيء يعني عيلتي.
بشكل عام زوجتي أمي أبوي إخواني دول، لأنه ما حدا راح يكون صادق معك حتى هو بسمعك صادق وإنه قاعد مركز معك، بس طلع هاي بديش أحكي لك بالنصيحة أو بغيره، بس إنه صادق إنه بسمعك غيرهم. صح. ما هي الدمعة التي لا تريد أن تبكيها أبدا؟ على أي شيء ممكن يوجعني. عاطفي يعني؟ مو مبين عليك، مبين عليك شخص جاد كثير. هاي هذا واحد من الأشياء اللي انصدمت فيهم زوجتي ديانا، يعني انصدمت شكله مش هيك. شكله مش هيك، طلعت عاطفي معاذ بالآخر. طيب أخي معاذ، حضرتك من القلائل اللي حققوا نجومية بالسوشيال ميديا في وقت كان فيه يعني كثير من الأسماء طلعت، بس أنت برزت تماما. إذا بدك تعطي نصيحة للناس اللي بيشتغلوا في البث المباشر واللي بيطلعوا بيحكوا مع الناس وأحيانا بياخدوا إحساس أنه هن عندنا المعلومة أو عندنا القدرة عشان يوجهوا بوصلة المجتمع، إذا بدك تعطيهم ثلاث نصائح من خبرتك شو بتقولهم؟ يعني قبل النصائح، إيش بده يستفيد من توجيه البوصلة؟ يعني الحكومات كلها المتعاقبة لما تقرر تعمل إذن من طين وإذن من عجين، لا سوشيال ميديا ولا غيره بقدر يخليها تسمع. فتوجيه البوصلة مش قاعد بيعمل أي نتيجة. تمام. أو يعني لأنه مش ممنهج ولا له، يعني ما فيش له يعني نهاية واضحة، فما لهش نتيجة. النصيحة الأولى إنه بس تشوف أعداد المشاهدات كبيرة ما يعني ما تطيش، ما تنسى إنه لا هذا خليك على الأرض، هاي أهم واحدة. اثنين، ما تضل بس بنتقد بس عشان بدي أنتقد. أنا مقتنع تماما، اليوم أنا وسامر بنشرب شاي وبنلعب شدة وأمورنا تمام وأنا ضيفه بالاستديو، بكرة ممكن أنتقدك، بعد بكرة رح أطلع ممكن أطلع أقول لك شكرا. وضع طبيعي، هي الحياة للي بفهم. الآن إحنا هون اللي قبل شوي كنت تقول لي في بداية الحلقة، قلت لي إنه لك مواقف تغيرت، هي ما تغيرت. أعطيك مثال بسيط، أعتبر حالك في برنامج خدماتي. تمام؟ برنامج خدماتي، اتصل فيك مواطن وقال لك الشارع أمانة عمان إله 12 سنة بنطالب إنهم يزفتوا ومش راضين يزفتوا، بدك أنت تنتقد هذا الإجراء، صح؟ أكيد. وممكن تحكي أنت ومسؤول على الهواء وتصطدمه ويقول يعني وتنتقده ويصير النقد لادع. صحيح. وتنتقد أمانة عمان، تبلش تجيب لها كل الملفات. في يوم يعملوا إشي عظيم. لو هذا الشيء صار معي أنا، الاتصال اللي بعده لو اتصل فيي وقال لي والله امبارح أمانة عمان زفتوا لنا باب البيت، حقول شكراً أمانة عمان، مليون شكراً. إذا أنت ابن الحدث، ما عندك أفكار يعني ما عندك مواقف مسبقة من الجهات. نعم. والمؤسسات يعني والشيء. أنا هذا الشيء أول شيء برجع بوجه تحية لوالدي، هذا الشيء أنا يعني تعلمته منه، من استماعي له، من طريق ومتابعتي له كيف طريقة شغله، هذا واحد. وبشتغل بهاي المواضيع بالقطعة، ما بصير أنا أتخذ موقف من جهة معينة على كل شيء عشان أنا بس بدي أتخذ موقف عشان أنا الشعبويات. ترى الشعبويات مأزق وهمية، هاي هاي شعبويات وهمية، وإحنا بسرعة بنقلب. ما ليش أحكي لك وهمية؟ وهمية مش حق. مزبوط، أنا معك تماما. موقف هلأ من جماعة البث المباشر وكذا، مين أكثر شيء بيعجبوك؟ مين أنت بتسمع لهم أحيانا لما تشوفه بث مباشر بتوقف تسمع شو بيحكي؟ يعني مش عارف. ولا حدا. ولا حدا بتسمع؟ لا يعني أنا لأني مش أنا متواجد على السوشيال ميديا، لكن ما بعطيها من وقتي أكثر من اللي هو تصفح، أقرأ كم خبر، أشوف إيش في أخبار لما يكون في حدث مهم، لكن إني أنا دائما متابع الأحداث. طيب إحنا هنروح فاصل ونرجع نكمل جلستنا. هند، طاولة الكبار مع سامر خضر. بتجمعنا لعبة هند أنا ومعاذ العمري، وأنا معاذ خلص قررت لا حتى نزول ما بيكفي. لا يا سامر والله ما بيكفي نزولي، هاي ولد
بس بدي أنا هلا أصير أسأل على السريع اللي ضلوا عشان الوقت. هذا السؤال سألناه تقريبا، خلينا نرجع لهذا السؤال. هذه أسماء أريد رأيك فيها، وأنا بعرفك جري. نادية الزوبي. رأيي فيها مهنيا يعني. مهنيا. يعني أنا نادية على كمذيعة شاطرة، ويعني شاطرة. جسي أبو فيصل. خليني أكمل لك نادية. لسه بتحكي عنها. وكثير بتضحكني بالجانب الحياتي اللي بتعمله على السوشيال ميديا. شو اللي بتعمله؟ بتضحكني يعني، أنا بتضحكني من قلبي. طيب جسي أبو فيصل. جسي أبو فيصل حدا كثير بروفيشنال بكل التفاصيل. كمذيعة ولا كإدارية؟ كمذيعة وكإدارية وكزميلة وكصديقة. حدا طيب. يعني زين كرزون. زين كرزون أخت زوجتي على الجانب الشخصي قبل ما. لا ما بدي على الجانب الشخصي، بدي على الجانب يعني سوشيال. كسوشيال يعني سوشيال مش كثير بتابع، بس هي أخت زوجتي، خالة أولادي أكيد طبعا. أنا وياها يعني تربطنا صداقة من قبل ما أرتبط بديانا. تمام. الدكتور هاني البدري. يعني دكتور له مكانته المهنية والإعلامية وله تاريخه، له تاريخ مهم يعني أذكر لليوم لقائه مع الملك حسين. مين بنسى؟ شو وضع كرتك قبل ما نروح السؤال هذا؟ أنا دوري أسحب صح؟ يلا تشوف. أنا بدي أنزل بس طب يعني. انزل بشان الله، ما يمكن أركب عن زولة. مش معقول كل الكرت لسه بإيدي، عرقت إيدي يا معاذ. طيب خذ. منيح مش كثير منيح بس أوكي. أربعات منيح. إذا معاذ بدي أنزل يعني، معقول برنامجي اسمه هند وأخسر؟ لا ما بتخسر. لا وحياتك والله الوضع في سبت. شوفت يا سيدي. والله على راسي أحلى من كل اللعب. هلأ ثلاث عشرات، واحد اثنين. هلأ هذا نشوف لي يا كامل. تبدك تعيد؟ بدعد هدول كاملين هيك. سامر بتدرب هون. كاملين ثلاث عشرات. كاملين. وهي هلأ سحبتها. هاي هلأ سحبتها بس هلأ الخمسة على الأرض. والسؤال يقول ما تشوف. يلا. هل تم التحقيق معك من قبل أي دائرة أمنية أثناء عملك كإعلامي أو على السوشيال ميديا؟ لا. لم يتم اعتقالك؟ لا. ما في منه هذا الكلام. اعتقالي أنا؟ يعني مرة هيك مثلا أخذوك عشان قصة مشكلة، ما في هذا الحكي. لا لم يحدث. هاي الجزئية اللي أنا دائما يعني بس يعني بشوف على مواقع التواصل الاجتماعي، ولنا أصدقاء واستدعوني وجابوني وصار بالزبط. وكذا أنا ما عمرها صارت معي. يمكن هسه أقول لك ما صارت معك لأنه أنت ماشي الحيط الحيط. لا محسوب على الدولة. هل أنت محسوب على الدولة؟ بعرف شيك بيحكوا. طيب يعني هلا أنا أول شيء تشرفت بالخدمة لسنوات طويلة في جهاز الأمن العام. معرف طبعا. وأنا يعني بالنسبة العسكرية بتمشي بدمي يعني، أنا عسكري بالنهاية. لكن إذا كنت منطقي وطرحك في محله وما بتتجنع حدا، ومش بس بدك تحكي، إذا كنت مهني خلص. خلينا عشان نحكي بلغة السوشيال ميديا بالضبط، وما بتتجنع على حدا ومش قاعد بس تختلق المواضيع، ليش بده حدا يحقق معك؟ طيب احنا بدك تسحب وترمي، بس احنا معنا جوكرين. رح اقول لك هدول جوكرين شو بدنا نعمل فيهم. بس شو تقول لي طلع فيهم عامله جوكر؟ لا لا ابدا ابدا، شيء بالعكس. لا كرت ما اني انا اليوم نازل كله بيجي بيغلبني بروح. قول لي. لا مغلوب. قول لي على الجوكرين. قبل الجوكرين بدنا نرمي هلا كرت. حتى جواكركم غريبه. شوف يا سيدي، دول الجوكرين في جوكر منهم ثابت وفي جوكر ثاني رح احكي لك عنه. هذا الجوكر بدنا احتراما لهذا الجوكر ننهي اللعبه، لانه ما بقدرش. لا خلاص خلاص انت الفايز. كيف احترام ول احترام للجوكر. احتراما للجوكر لانه بتعرف ليش. هذا الجوكر هو ميزه، كيف لما بيجيك كرت النزول او كرت الهند او كرت كذا، فهذا الجوكر بالنسبه انه هو رساله ترسلها انت ضيفي الكريم اللي انا كثير سعيد بوجوده معي. يسعد قلبك. الى ابي الاردنيين، الى جلاله الملك، منك لكاميرتك ولن اتدخل على الاطلاق. تفضل. يعني بداية كل عام وجلالة الملك بألف خير. الأردنيون بعشقوا القيادة مولاي، وبعشقوا العائلة الهاشمية، ودائما آمالهم معلقة
بالقيادة وبجلالة الملك وولي عهده. ودائما يعني دائما الأردني مهما ضاقت فيه الدنيا بيطلع بيقول بناشد جلالة الملك، لأنه كل آمال الأردنيين معلقة بجلالة الملك. الله يعطيك الصحة والقوة والعافية، وربنا يقدرك على حملك، وإن شاء الله دائما بتضل بخير وهالبلد بتضل بخير. اللهم آمين. الجوكر الأخير سيدي هو أنه هذا أول لقاء يجمعني أنا وأنت في برنامج. صحيح. وهذا اللقاء قبله كان عندك تخيل، الآن عندك تخيل تاني. ما هو تقييم الزميل الغالي معاذ العمري لهذه الجلسة، لهذا اللقاء؟ كيف رآه؟ ماذا يقول عنه؟ يعني بصراحة أنا عارف وين جاي، عارف القيمة الإعلامية والمهنية لسامر خضر، متابعه بكل برامجه السابقة. لا، هي نفس الصورة قبل وبعد، دائما لك بصمة خاصة، محترف لغويا، عندك بستان حقل من المفردات اللغوية اللي بتميز فيها دائما، يعني هذا رأيي الشخصي فيك. محاور ذكي، هدوءك تطمن وما بطمن. ملعوب ملعوب هدوءك أخي معاذ العمري، تشرفنا فيك في برنامجنا. الله يسعدك. وتشرفنا فيك في إذاعتنا ضيفا عزيزا. وهذه الطاولة لا تجمع إلا الأحبة وإلا الذين نريد أن نتعلم معهم ومنهم. لا استغفر الله، أنا بتعلم منكم. مؤسسة إعلامية عريقة محترمة. أشكرك. لنا ذكريات بهذه الاستوديوهات زمان يعني، فكل المحبة للجميع. الله يسعد قلبك. شكرا، وكل عام وأنت بخير، أنت وأسرتك الأردنية. وأنتم أيها الأردنيون أيها الأحبة أينما كنتم تتابعونا تسمعونا، في الشوارع، في السيارات، على سماعات خاصة وأنت عم تعمل رياضة، أو إن شاهدتونا على مواقعنا وعلى صفحاتنا، أشكر لكم هذه المتابعة. أتمنى أن تكون طيبة، أن تصل أصلا إلى قلوبكم ثم إلى عقولكم. القلب له ذاكرة خاصة أيها الأحبة. أيها الأردنيون، أتمنى لكم غدا مشرقا، إن كنا دائما لنا هذا الغد، لأنه غد يجمعنا بأبناء الوطن. ما أحلاكم عندما تكونوا أبناء الوطن. إلى اللقاء.